السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم مبنى على هيئة مطلع. ترى سهل خالص. طيب هقول له هنا ارسم لي، ممكن اقول له ارسم لي جريد او ريفرنس بلان. ريفرنس بلان بتاعي هو، واخليه ده مثلا واحد، وريفرنس بلان تاني واخليه 2. طيب دلوقتي هاجي من هنا ارتكشر واقول له كومبوننت واقول له موديل ان بليس. عايز بقى تخليه جنرال موديل، عايز تخليه روف فلور زي ما انت عايز. سهل. بعد كده تيجي هنا وتغير النوع بتاعه. طيب هقول له انا عايز ارسم سويب، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم السكتش باص بتاعي. تمام. طيب السكتش باص بتاعي هنا اقول له انا عايز ارسم مثلا شكل مطلع بوليجون. طيب كام ضلع؟ 8 مثلا اهو، وابدا ارسم مثلا 10 متر بالشكل ده واقول له موافق. كده ناقص بقى ارسم الشكل اللي هو هيبدا يمشي عليه. تمام. فاقول له ايديت بروفايل، بيقول لي لازم تختار شكل من الاشكال ديت، نورث ساوث. طيب هقول له ساوث مثلا. اوكي. وابدا ادخل هنا. طيب هقول له هنا ارسم لي لاين من هنا لهنا، واقول له اللاين دوت موف 10 متر. قول لي ده من هنا كده اذا تيجي هنا وتقول له عايز مثلا 10 متر، حسب الارتفاع اللي انت عايزه. محدش يقدر يجبرك على حاجه او يقول لك لازم كذا، زي ما انت عايز. تمام. طيب هتقول له هنا انا عايز ارسم مثلا قوس مثلا من هنا لهنا مثلا. تمام اهو بالشكل دوت. وبعد كده تقول له اوفست مثلا بوينت 2 اهو، وهتقول له بعد كده ارسم لي لاين الاوفست بتاعه زيرو من هنا لهنا. من هنا لهنا ومن هنا لهنا. طيب هقول له موافق واقول له موافق، وابدا اشوف الشكل بتاعي اللي هي الحاجه بالشكل دوت. طيب ممكن اجي هنا واقول له انا عايز ارسم بقى شكل اخر. تمام. يعني هخلي الشكل بتاعي يبقى جاي على كده. هقول له كرييت واقول له انا عايز ارسم اكستروشن. تمام. وعايز ارسم اكستروشن على دوت. فبيقول لي اختار النورث او الساوث. قلت له ماشي انا عايز اختار كده، وتبدا بقى ترسم زي مدخل او زي شكل الباب اللي انت عايزه. تمام. فاقول له اهوت. مثلا اهو بالشكل دوت. تمام. وهو بعد كده هقول له انا عايز ميرور الناحية التانية بالشكل ده. طيب بعد كده هقول له اوفست وينت 2 اهو. او ممكن تقول له اوفست من هنا المسافة، هتقول له بوينت 2 اه. وبعد كده تبدأ ترسم لاين من هنا لهنا ولاين تاني من هنا لهنا. تمام. وبعد كده هتقول له موافق. طيب خلينا نخش كده في ال 3D. تمام. وهاجي هنا هقول له خلي ده واير فريم، وهاجي هنا واقول له الشكل دوت انا عايزه مثلا يبقى من هنا لهنا الشكل بتاعه. تمام. طيب تعالى نشوف كده ظهر معايا بالشكل دوت. طبعا حسب بقى التصميم بتاعك ممكن تجيبه كده حسب ما انت عايز. طيب ممكن ناخد الشكل ده ونكرره، بس قبل ما نكرره خلينا نعمل شوية شغل كده بسيط عليه. طيب يعني انا عايز مثلا ارسم عليه حتة كده ظريفة شوية، اقول له كرييت واقول له انا عايز ارسم فويد. تمام. طيب الفويد هقول له انا عايز ارسم الحاجه اللي انا هرسمها بيك قبلين هنا. تمام. طيب عايز ارسم بقى ايه اي شكل بحيث ان هو يبدا يقطع جواه. طيب خلينا نشوف الويست، او عايز ابدا ارسم حاجه تقطع هنا. بقول له مثلا قوس زي بقى ما انت عايز، يعني ما فيش حاجة اسمها هي دي الصح ودي اللي غلط وكده. تمام. يعني على سبيل المثال عايز تقطع مثلا بشكل كده،
وتقول له مثلا لاين في ار بشكل ده. طيب تعالى نشوف ال 3 دي اهي، اقول له موافق، وتبدا تقول له مثلا عايز دي من هنا لهنا ودي من هنا لهنا. طيب وبعد كده هاجي هنا كده اهو، طيب كده جميل جدا. هقول له هنا بقى انا عايز اعمل ايه، عايز اعمل قط، فيبدأ يعمل لي القط بتاعي. طيب خلينا نيجي هنا واقول له ده خليه يمتد كده، تمام. فعملت فيه زي احنا شكلها ايه، ظريف شويه. طيب انت عايز تقطع مثلا في الشكل دوت، ممكن تيجي هنا، نيجي هنا ونبدأ نقول له انا عايز ارسم على دوت كرييت، واقول له انا عايز ارسم اكستروشن، واقول له ست بيج ابلان. ممكن تختار مثلا خط من الخطوط ديت، او تقول له دوت اهو، واقول له انا عايز اعمل قط. فهعمل القط ازاي؟ اقول له ممكن تختار دوت كده وتقول له اعمل لي بالشكل دوت، موافق. طيب تعالى نخش بقى ايه هنا دلوقتي، هبدأ اسحب الشكل دوت، هغيره من سوليد دي بويت، وابدأ اسحبه مثلا من هنا ليه هنا، تمام. تعالى نشوف بقى ايه في 3D بالشكل دوت. طيب ممكن بقى تعمل سيلكت عليه على البويت دوت، وممكن تكرره مع الشكل دوت، وبعد كده تعمل تفريغ. اقول له مثلا ده مع ده، هيبدأ يعمل لي الفراغ بالشكل دوت. يبقى انا رسمته هو شكل سداسي، ورسمت له القطعة ديت وعملته بالشكل دوت. بعد كده نقدر نعمل الري للحاجات اللي احنا عملناها ديت، تمام. او ممكن نقول له احنا عايزين مثلا نعمل ميرور للحاجات ديت، تعمل هي بالشكل دوت. ممكن نقول له عايزينها نعمل لها روتيت، عايزين زي ما احنا عايزين يعني. هتقول له مثلا عايز لفها مثلا، عايز اهو، هتقول له مثلا من هنا كده لنص الشكل دوت، مع ان انا لازم اخد كوبي منها اهو. وبرضه تقول له نفس الموضوع، كوبي كوبي اهو، مثلا من هنا لهنا، ونفس الفكرة كوبي من هنا لهنا. او تعالى نشوفها بقى في 3D، هتلاقيهم بالشكل دوت اهمت، تمام. وتقدر تعمل الفراغات اللي انت عايزها زي ما انت عايز. المهم انك شفنا ازاي تعمل المبنى ده واحدة واحدة.